ومحمد شعراوي، كابتن محمد شعراوي. طيب هو معانا على التليفون الكابتن محمد شعراوي. حبيبي. كابتن شعراوي ازاي حضرتك؟ الله يخليك، ازاي حضرتك؟ الله يخليك، تحياتي للكابتن رضا الغزالي والاستاذ سامي عبد الفتاح لحضرتك. اهلا وسهلا، برحب بيهم. اهلا كابتن. اهلا بيك يا كابتن. جيت احنا نلتقي كلنا بالمناسبه الجميله دي. احنا اسعد. الله يخليك كابتن شعراوي. طب انا كنت لسه بتكلم مع كابتن رضا الغزالي والجيل اللي كان موجود في فتره التمرينات وعرض الالقاب القاريه، قال لي كتير. كابتن شعراوي، تفتكر الرقم البطولات الافريقيه والمحليه في الفتره دي، ولا نقول بسم الله ما شاء الله الارقام كبيره فمش عايزين نقول الرقم بقى ونحسد؟ والله انت عارف احنا مبسوطين بقى لنا فتره كبيره جدا، يعني ربنا يديك الصحه. بتذكر عدد البطولات، يعني مش اكيد عن 7-8 بطولات، سواء محليه او دوليه او عربيه. اول بطوله عربيه الكره الطايره كانت عام 87، كنت انا وكابتن رضا موجودين فيه، دي اول بطوله عربيه. اكيد. انما بطولات افريقيه مثلا في 3 أو 4 بطولات افريقيه، بخلاف الدوري والكاس بس طبعا التواريخ صعبه شويه ان الواحد يفتكرها، ان الواحد بقى له فتره كبيره جدا من سنه 92 معتزل يعني. ربنا يديك الصحه كابتن شعراوي. طيب شفت انجاز فريق الطايره ازاي في تونس؟ بعد خساره الدوري والكاس الفريق سافر بدوافع ومعنويات عاليه عشان يقدر يرجع ببطوله قاريه تثبت ان فريق الطايره بالتاكيد حتى لو في كبوه لكن لكل جواد كبوه ويقدر يستمر في حصد البطولات. والله انا شايف ان فريق الكره الطايره ده انجاز كبير جدا، ان فرقه تبقى خسرانه دوري وكاس عامله مجهود جامد جدا وطالعه من الموسم بدون بطولات وتعمل المستوى العالي جدا ده، ويمكن المستوى العالي ده ايه نتيجه اصرارهم ووقوف مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب في الجلسه والقعده اللي عملها معاهم والتقاء بيهم قبل السفر وتشجيعهم وقال لهم انتوا يعني بقى فتره كبيره جدا بتكسبوا كل البطولات وكل بطوله بتكسبوها، مش مشكله ان احنا نخسر بطوله، المهم ان احنا نحافظ على بعضينا ونحافظ على اسم النادي الاهلي. ويمكن القعده دي غيرت كتير من نفسيه اللعيبه، اللعيبه كانت حاسه بتعب وزعل شديد جدا انهم خسروا. الكلام اللي قاله كابتن محمود، الاجتماع اللي عمله معاهم واعضاء مجلس الاداره كلهم موجودين، النشاط الرياضي كله موجود ومصر كلها وراهم، ده حفزهم ان هم لازم يكسبوا البطوله دي ويعوضوا اللي فات. وهم عملوا بطوله من انجح البطولات اللي على كده ان هم شوط واحد بس اللي خسروا، وكان ممكن الشوط ده ما يخسروش. صحيح. فرقه تونس ده من فرقه الترجي ده منتخب تونس. احنا بقى لنا 5 سنين منتخب مصر ما بيكسبش منتخب تونس. طول ان احنا نلعب بفرقه النادي الاهلي ونكسب منتخب تونس في ارضه ده انجاز كبير جدا جدا جدا، وراجع طبعا في كاس فني على مستوى عالي جدا كابتن ميدو ومعاه المساعدين بتوعه، الجهاز الاداري قوي جدا، النشاط الرياضي وفر لهم كل اللي هم طالبينه، مجلس الاداره وفر اللي هم طلبوه كله، كل شيء توفر لهم الحمد لله، كل الامكانيات توفرت، فكان لازم يعملوا الانجاز الكبير اللي هم عملوه النهارده. فطبعا احنا بنشكرهم ونبارك لهم، وقبل ما نبارك لهم بنبارك مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس ادارته، بنبارك للكابتن خالد العوضي مدير النشاط على الانجاز اللي حصل. اكيد. طيب كابتن رضا الغزالي كان برضه عايز يقول لك حاجه. يا كابتن محمد شعراوي، كابتن مصر والنادي الاهلي وصانع العاب مصر كلها، الف مبروك يا كابتن محمد، وربنا يكرمك كده، وان شاء الله يعني البطولات تبقى حاجه جميله جايه كده ان شاء الله. الف مبروك لينا كلنا، ويمكن احنا شاعرين اكتر حاجه بالكلام ده لان احنا مرينا بالظروف ديت، فحاسين بمدى فرحه الناس وفرحتنا احنا كمان. ربنا يكرمك يا كابتن محمد. تمام. والف مبروك، وان شاء الله دايما كده يفرحونا ان شاء الله في البطولات. كابتن محمد شعراوي نجم الاهلي السابق في الكره الطايره واحد الاجيال المميزه في فتره الثمانينات، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك يا رب، ونطمئن عليك دايما كده على طول ونسمع صوتك بكل خير. طيب.